قال قائد الشرطة الماليزية الوطنية إن أحد الرجلين اللذين كان يحملان جوازي سفر مسروقين على متن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة حاليا هو مواطن إيراني. جاءت هذه التصريحات في آخر مؤتمر صحفي عقد في كوالالمبور. وأضاف قائد الشرطة أن التحقيق في هوية الرجل الآخر ما زال جاريا. حددنا أن أحد الراكبين اللذين كانا يحملان جوازي سفر مسروقين هو إيراني، واسمه بوريا نور محمد مهرداد، وعمره 19 عاما. وقد حققنا في خلفيته ومعلومات أخرى عنه من خلال أنظمة الشرطة الأخرى، ونحن نعتقد أنه ليس من المرجح أن يكون عضوا في أي جماعة إرهابية، ونعتقد أنه كان يحاول الهجرة إلى ألمانيا، لكننا ما زلنا نحقق بشأن الشخص الآخر الذي كان يحمل جواز السفر المسروق الآخر. أصدرت الشرطة صورة للراكب الإيراني خلال المؤتمر الصحفي، وقال قائد الشرطة إنه من غير المرجح أن يكون لذلك الراكب الإيراني أي علاقة بجماعة إرهابية، إلا أن السلطات ما زالت تبحث في احتمال تعرض الطائرة إلى الاختطاف أو التخريب. وأضاف قائد الشرطة أنهم يحققون أيضا فيما إذا وقعت أي مشاكل نفسية أو شخصية بين الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة. وفي وقت سابق من نفس اليوم أكدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية صعود شخصين فقط بجوازي سفر مسروقين على متن الطائرة المفقودة. هذا وقد أصدرت الخطوط الجوية الماليزية بيانا جديدا قالت فيه إنها وسعت نطاق جهود البحث إلى خارج مسار رحلة الطائرة ليشمل مناطق برية أيضاً.